هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هو الذي هو هنا هو إذا وقفنا عليها الواو من الطبيعي بمقدار حركتين إن أصبحت ساكنة قبلها حركة مجانسة، أما في حالة الوصل فهي متحركة بفتح لا يوجد لها لا يوجد بها من الطبيعي. هو الذي اللام هنا لام شمسية مدغمة، الذي الياء من الطبيعي بمقدار حركتين في حالة الوصل والوقف. خلق هنا الخاء مفخمة اللام مرققة القاف مفخمة ويجب إتمام الحركات. السماوات أيضا هنا اللام لام شمسية مدغمة. السماوات شرحناها في الآيات السابقة، والأرض أيضا والأرض كذلك. في هنا الياء ما الطبيعي في حالة الوصل والوقف. ستة أيام، أيام هنا الألف في حالة الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتين، أما في حالة الوقف فهي مد عارض للسكون يمد حركتين أو أربع أو ست حركات. الميم هنا فيها تنوين الكسر، إذن أيضا نقف عليها بالروم. عند الوصل أيام ثم، التنوين مع حرف الثاء. هنا لدينا حكم الإخفاء الحقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى. ثم هنا نأتي بغنة الميم، وجوب غنة الميم المشددة أكمل ما تكون. ثم استوى، السين هنا بها صفة الرخاوة. استوى هنا الألف المقصورة من الطبيعي بمقدار حركتين في حالة الوصل والوقف. على هنا على الألف من الطبيعي في حالة الوقف، أما في حالة الوصل تحذف وذلك لمنع التقاء الساكنين. العرش اللام هنا نأتي لها بالبينية وهي لام مظهرة قمرية. العرش أيضا الراء هنا نأتي لها بالبينية وهي مفخمة. عندما نقف على كلمة العرش نأتي برخاوة الشين أن أصبحت ساكنة، أما في حالة الوصف فهي متحركة بالكسر. العرش يعلم هنا العين ساكنة نأتي لها بزبان البينية. يعلم ما، يعلم ما إتمام الحركات. ما هنا الألف ما الطبيعي بمقدار حركتين في حالة الوصل والوقف. يلج في الأرض في هنا الياء ما الطبيعي في حالة الوقف، أما في حالة الوصل فهي في حالة الوصل تحذف الياء وذلك لمنع التقاء الساكنين. في الأرض وما هنا أيضا الألف ما الطبيعي وصلا ووقفا. يخرج الخاء هنا أيضا نأتي لها بزمن الرخاوة والراء مفخمة. منها هنا لدينا حكم الإظهار الحلقي، التقت النون مع الهاء إظهار حلقي. منها الألف هنا من الطبيعي وصلا ووقفا، وما أيضا الألف من الطبيعي وصلا ووقفا. ينزل النون مع الزاء، النون مع الزاء هنا لدينا حكم الإخفاء الحقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى. ينزل من السماء، اللام هنا في كلمة السماء لام شمسية مدغمة. كلمة السماء هنا لدينا مد متصل واجب يمد أربع أو خمس حركات في حالة الوصل. السماء وما هنا الألف ما الطبيعي وصلا ووقفا يمد بمقدار حركتان. يعرج العين هنا نأتي لها بزمن البينية والراء أيضا مفخمة لأنها مضمومة. فيها الألف ما الطبيعي وصلا ووقفا. وهو أيضا قلنا الواو عند الوقف، وهو الواو يكون ما الطبيعي بمقدار حركتين في حالة الوقف، أما في حالة الوصل لا يوجد ما الطبيعي لأنه متحركة بفتح. وهو معكم أين، معكم الميم هنا ساكنة قاعد بعدها الهمزة
لدينا إظهارا شفويا. أين الياء هنا ساكنة قبلها مفتوح، ياء لينة، في حالة الوصل هي حرف لين، وفي حالة الوقف مد لين، يمد حركتين أو 4 أو 6 حركات. أين، أينما، الألف هنا ما الطبيعي وصلا ووقفا؟ كنتم، التقت النون مع التاء، لدينا إخفاء حقيقي بغنة مرققة المرتبة العليا. كنتم والله، الميم مع الواو هن إظهارا شفويا، والعلاقة بين الميم والواو هنا تجانس. والله لام لفظ الجلالة مفخم لأنه سبقه فتح. بما، الألف ما الطبيعي وصلا ووقفا؟ تعملون، العين هنا بصفة البينية. تعملون، الواو في حالة الوصل ما الطبيعي، وفي حالة الوقف مد عارض للسكون. بصير، الياء أيضا هنا ما الطبيعي في حالة الوصل وفي حالة الوقف مد عارض للسكون، أيضا يمد حركتين أو 4 أو 6 حركات. الراء عند الوقف عليها مرققة إنها أصبحت ساكنة، قبلها ساكن، قبله مكسور. أما في حالة الوقف، في حالة الوصل عفوا، أما في حالة الوصل تكون مفخمة لأنها مضمومة. وعند الوقف على كلمة بصير هنا قلنا نقف بمد عارض للسكون، ونقف أيضا بالروم والإشمام. إذا وصلنا بصير له، التنوين التقى مع حرف اللام، إذا لدينا إدغام بغير غنة كاملة. إدغام بغير غنة كاملة. له ملك، هنا لدينا مد صلة صغرى، ملك اللام هنا نأتي لها بزمن البينية. السماوات والأرض هنا شرحناها سابقا. وإلى الله، الألف هنا في كلمة وإلى ما الطبيعي في حالة الوقف، أما في حالة الوصل يحذف لمنع التقاء الساكنين. وإلى الله، لام لفظ الجلالة هنا مفخم. ترجع، الراء هنا مفخمة. ترجع الأمور، اللام في كلمة الأمور هنا لام قمرية مظهرة. الأمور، الواو في حالة الوصل ما الطبيعي بمقدار حركتين، أما في حالة الوقف فهي مد عارض للسكون، يمد حركتين أو 4 أو 6 حركات. ونقف عليه أيضا بالروم والإشمام. والراء عند الوقف الأمور، عند الوقف أو الوصل بما أنها مضمومة ويسبقها حرف ساكن، وقبل الحرف الساكن حرف مضموم أيضا، إذا الراء هنا مفخمة وصلا ووقفا.